وفي إطار الجهود التي تؤدي بذلها وزارة الداخلية للحفاظ على سلامة الجميع، تقوم إدارة النقل بالوزارة بدور مهم في التصدي لفيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. هذا وعرض برنامج بكم نعود المهام التي تقوم بها الإدارة، ومن أبرزها أسناد الإسعاف الوطني. بناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية المعقر، شكلت إدارة النقل فريق عمل برئاسة مدير الإدارة وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد، حيث يكمن دور الفريق بإسناد الإسعاف الوطني، وذلك لنقل المصابين والمخلطين من جميع منافذ ومناطق المملكة، كذلك من المراكز الصحية والمحافظ بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة. كما يتم إجلاء المصابين القادمين من الخارج عن طريق مطار البحرين الدولي، حيث تتلقى إدارة النقل البلاغ وتتم عملية الإجلاء من وإلى المحاجر الصحية والمستشفيات وسط إجراءات وقائية مشددة لسلامة الجميع. كما تم تدريب السواق نظريا وعمليا بالتنسيق مع مركز الإسعاف الوطني بكيفية ارتداء الملابس الوقائية والتخلص منها، وتم تجهيز عدد كافي من الآليات والاحتياجات المطلوبة لنقل المصابين والمخالطين، ويتم تعقيم المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث بلغ عدد الحالات المنقولة منذ بداية الجائحة إلى يومنا هذا 100,400 حالة، وبلغت عدد التحركات 37,000 حركة. تحرص إدارة النقل على اتباع كافة الإرشادات الوقائية الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا. إن إدارة النقل والفريق الخاص بالإدارة على أتم الاستعداد لتلقي البلاغات الصادرة من غرفة العمليات بالوزارة على مدار الساعة ومساندة مركز الإسعاف الوطني، ونرجو من الجميع الالتزام بالإرشادات الصادرة من فريق البحرين الوطني لمكافحة فيروس كورونا. غرفة العمليات الرئيسية إلى سيدي وصل 8. وصل 8 معك، تفضل. في 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في المحافظة الشمالية، نرجو توجيه الحافلات إلى نقل الحالات إلى مستشفى السلمانية. الرسالة واضحة.